مستقبل الثقافة العربية في ظل المتغيرات الدولية قضية هامة لها أبعاد متعددة. يجب على المثقفين العرب أن يتكاتفوا ويضعوا ميثاقا لهم ليتخلصوا من الشروخ التي أحدثتها كارثة الخليج منذ عامين. وكانت أولى الخطوات على هذا الطريق مؤتمر مستقبل الثقافة العربية الذي عقد بالقاهرة وشهدته السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية. وقد تحدث في بداية المؤتمر السيد فاروق حسني وزير الثقافة، حيث رحب في بداية كلمته بالمشاركين في المؤتمر وقال إننا دائما نلتقي على أرض الكنانة كأسرة واحدة. أؤكد لكم أن أمة لا يحكمها عقل المفكر والعالم ووجدان الفنان هي أمة تشقى، ولكم شقينا في الماضي وشقيت أمم غيرنا، فآن المثقفين أن يصنعوا طريقا لنا وأن يرسموا وجه الوطن الكبير حرا بغير إرهاب مضيئا بلا ظلام في القلب. كما ألقى الدكتور سمير سرحان رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب كلمة قال فيها إن هذا المؤتمر ينعقد في وقته تماما، مشيرا إلى أنه بعد عامين من أزمة الخليج حدثت على الساحة العربية متغيرات كثيرة قد تكون بداية لتغيير واجهة التاريخ، أو كما قال البعض هي بدء تاريخ جديد للبشرية. يأتي هذا المؤتمر الهام في وقته تماما، لأننا وبكل وضوح جئنا إلى هنا لنتساءل أين ثقافتنا العربية من هذا كله. إن لدينا عوامل مشتركة من الدين والتراث والعادات والتقاليد لا شك، إن لدينا من المخزون الحضاري والتراث الثقافي والتاريخ الطويل ما يجعلنا نتباهى أمام الأمم بما حققناه من فكر وعلم واجتهاد لا شك. إن لدينا من التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والتأثير في مقدرات العالم ما يجعلنا نطمح إلى دور هام ومهم لا شك. لكن الذي لا شك فيه أيضا أن لدينا من عوامل الانقسام والفرقة ما يجعلنا لقمة سائغة لأنياب هذا المسمى بالنظام العالمي الجديد. هذا أيضا لا شك فيه، وإذا كان هناك قلة من المثقفين تتحدث بلسان الحاكم للمحكوم في بعض البلاد، فإن مجموع المثقفين يقفون بجانب جموع الشعب في أشواقه إلى العدل والحرية. غير أننا في الوقوف إلى جانب الشعب إنما نحتاج إلى بصلة لرؤية المستقبل، والثقافة الديمقراطية الحرة وحدها هي القادرة على الوفاء بهذه الرؤية. والمثقفون العرب بهذا المعنى كتيبة مقاتلة على الخط الأمامي من جبهة المستقبل بطاقاتهم الخلاقة على استيعاب دروس الماضي القريب والبعيد وإدراك المثاقب لإشكاليات الحاضر ومسيرتهم الشجاعة في طرق أبواب المستقبل واستشراف أبواب الغد. كما تحدث خلال حفل الافتتاح المفكر المصري الدكتور سعد الدين إبراهيم، فأكد ضرورة قيام المفكرين العرب بوضع تصور فيما ينبغي أن يكون عليه مستقبل الأمة، خاصة وأننا على مشارف القرن 21. هناك قول فرنسي مأسور يذهب إلى أنه حينما ينهار كل شيء أو حتى حينما يختفي كل شيء تبقى الثقافة، فالممالك والإمبراطوريات والدول والمؤسسات قد تقوم أو تنهار، تزدهر أو تندثر، ولكن طالما بقى عقل إنسان ووجدان إنسان فلا بد أن تبقى الثقافة. فالعقل هو مستودع الذاكرة الجماعية، والوجدان هو مستودع المشاعر الإنسانية، وهذان العنصران معا في تفاعلهما وتناغمهما هما عماد الثقافة، وهما المسؤولان عن تحريك البشر للسعي في الأرض. وفي هذا السعي يبلور هؤلاء البشر أسلوب حياة ويراكمون عناصر المادية والروحية. وإذا كان هذا هو المعنى العام للثقافة فهناك معنى خاص، إن لكل، إذا كان أبناء المجتمع يشتركون بوعي أو تلقائية في بناء الثقافة فإن نخبة منهم هي التي تتولى إضفاء المعنى والمغزى على حياة المجتمع الذي ينتمون إليه من خلال أنشطتهم الإبداعية المتميزة في الآداب والفنون التي تنعش وترشد وتلهم وتحفز، وهذه هي الثقافة بمعناها الخاص.
كما تحدثت الكاتبة الكويتية الدكتورة استعاد الصباح، فأكدت ضرورة أن تكون دراسة الهوية الثقافية للأمة العربية مرتبطة بغيرها من الهويات الأخرى، وحذرت من انتشار روح الإنعزالية بين بعض المثقفين العرب، وقالت إن المثقفين العرب يحاولون إصلاح ما أفسدته السياسة وأن يستخرجوا الشظايا التي دخلت في الجسد العربي بعد كارثة حرب الخليج. أيها الأصدقاء، بين جميع الأسئلة التي طرحتها أمامكم هناك سؤال يحفر في أعماقي ويقلقني ويعذبني كما يعذب آلاف العائلات الكويتية التي لا تزال تنتظر أبناءها الضائعين في متاهات السراديب والسجون العراقية. وبرغم كل المداخلات الدولية ومحاولات المنظمات العالمية لحقوق الإنسان، فإن النظام العراقي لا يزال يمارس ساديته وغرائزه الدموية على أولادنا دون أن يرتدع أو يتعلم شيئاً من الكارثة الكبرى التي نزلت على رأس العرب جميعاً. ولما كان هذا المؤتمر يضم الطليعة الثقافية العربية التي تحمل على كاهلها مواجع الإنسان العربي وتدافع عن روح هذا الإنسان وجسده وحريته ومثله العليا، فإنني أتمنى أن يكون بين توصيات هذا المؤتمر توصية خاصة تنادي بالدفاع عن الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، كما أتمنى أن تكون قضية هؤلاء الضائعين بين الموت والحياة قضية كل المثقفين العرب، لأن الالتزام بحرية الإنسان هو الشرط الأول للفكر والكتابة والإبداع. كما تحدث خلال الجلسة الافتتاحية الكاتب الأمريكي ريموند ستوك، حيث استعرض تأثيرات أزمة الخليج على المثقفين العرب ونوه بدور الثقافة العربية في رأب الصدع العربي. But it ceases to be a democracy when literature, mobilized and controlled by the state, serves a single individual. وتحدث الدكتور كمال عبد اللطيف ممثلا عن دول المغرب، فقال إن صفوة المفكرين العرب في المؤتمر عليهم أن يسهموا في بناء ملامح ثقافة عربية خلاقة في الفترة القادمة. إن موضوع مؤتمرنا مستقبل الثقافة العربية في عالم متغير ينعقد في سياق تاريخي متوتر، فما زالت كارثة حرب الخليج تفعل فعلها في العقول، ورغم كل ما كتب عنها تشريحا ونقدا فمن المنتظر أن تكون لنتائجها القريبة والبعيدة آثارها العميقة في الفكر العربي المعاصر. ولا شك في أن موضوع ندوتنا سيساهم في مزيد من توضيح بعض أبعادها بالصورة التي تمكننا من إعادة بناء الواقع العربي والثقافة العربية في ضوء مقتضيات التغير ومستلزمات إعادة البناء من أجل تخطي كل العوائق الجديدة التي أفرزتها الكارثة المذكورة. إننا نعتقد أن السؤال المحوري لمؤتمرنا هو: ما دور الثقافة العربية في سياق المتغيرات القومية والدولية الجارية؟ ويفترض هذا السؤال في نظرنا قدرة الثقافة العربية وقدرة الفاعلين في الحقل الثقافي العربي على استخلاص الدروس والعبر من صيرورة المتغيرات الدولية ومحاولة استيعاب الخبرات السياسية والتاريخية والفكرية التي تمكننا من فهم حاضرنا والمشاركة في صنعه بجانب القوى المتصارعة في العالم. وإذا كان حاضرنا الثقافي يعكس كثيرا من مظاهر الارتداد وكثيرا من النزاعات الفكرية الرامية إلى استبدال مكتسبات الحداثة بأطروحات تتوخر ركون إلى إطلاقية عقائدية باسم الدفاع عن هوية لا زمانية، فإننا نعي اليوم وربما أكثر من أي وقت مضى أن استمرار وجودنا مرهون بمزيد من استيعابنا لأخلاق العصر، لقيمه وتقنيته وأساليب عمله.
وكانت آخر كلمات الجلسة الافتتاحية للكاتب السوري حنا مينا، الذي أشار في كلمته إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المثقفين العرب في علاج مختلف مشكلات المجتمع الثقافية والسياسية والاجتماعية وغيرها. باسم الشعب ولأجله مرافعة البطولة دالكورس أمام حكام يرغبون أن تكون بينهم وبين الثقافة وشائج، وهم في كل حال يحتاجون هذه الثقافة صوتا غردا ووجها مشعا وخطابا حضاريا يدللون به على عظمة دولهم التي منتهى عظمتها بالثقافة تكون قل تتراءى. لقد تدافع الإخوة المثقفون من مشرقنا العربي كلمة الاستهلال هذه فرست علي، وإني لحاملها لو انقاد إلي أمرها، لكن وحدة الثقافة وهي الوحدة الوحيدة في زمن التمزق العربي هذا تجمع ما تشتت من فكرنا وتشكل تجديدا ما هو بحاجة إلى التشكيل من عقلنا، وهذا حسبي ليكون دافعا لقبول المهمة بحكم السن لا الألمعية. وفي نهاية المؤتمر أقيم عرض فني شارك فيه بعض عازف الأوبرا والموسيقى العربية. Thank you.
وكانت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية قد افتتحت قبل المؤتمر المعرض الفني الذي أقامته دولة الكويت بمناسبة مرور عامين على كارثة الخليج، ويعبر فيه الفنانين التشكيليين الكويتيين عن شكرهم لمصر لموقفها إزاء تلك الكارثة. عبارة طبعا هدف المعرض عبارة عن شكر دولة الكويت وشكر شعب الكويت، الفنانين بالأخص الفنانين التشكيليين، عن موقف مصر الشريف وموقف الشجاع اللي وقفته مع أهل الكويت في قضيتها مع من جراء الغزو الغاشم على دولة الكويت. والحقيقة هاي المعرض يضم حوالي 63 عمل، إنما المساحة طبعا ما سعفتنا، فعرضنا حوالي 13 عمل. وهاي أحد فنانين الشباب ومقتنع أن هذه مش شعارات حقيقية يعني. هذه الانطلاقة هي انطلاقة تحرير شعار الله أكبر. أنا عمل سويته في الواقع سنة 84 اسمها الجرح العميق، وهي تمثل الكويت أثناء الاحتلال. في الواقع كأني أنا متنبع ما حدث في الكويت، الكويتيين وبعدين قضيبين اللي خرجوا واللي دخلوا، وبعدين هذه محاولة قطع الكويت من الجذور، المغارمة الشعبية، حرق البترول، تعليق الإجرام اللي حدث، تعليق الشهداء، حرق الكويت، عاصفة الصحراء، السبعة اللي وقفوا ضد الكويت وهم معروفين، ستة وسابعهم الألقام اللي بثت. وهذه أحد الفنانين الكويتيين التكبيرة، لأن في بداية الغزو كان الأهالي كلهم يطلعون فوق السطوح يكبرون الله أكبر، بعدين أنذروهم بإطلاق النار. وهذا أيضا أحد الأخوة الفنانين الكويتيين عبد الله القصار الشهداء. يعني صورها الفنان كيف انها راح تتسرب تلوث البيئه لاعماق داخل الارض والسماء. هذه لوحه تعبر عن الهروب، تركوا سلاحهم وهربوا سليم 100% نتيجه الابار والدخان تبع الحريقه. ليله حلم ليله 2 اغسطس، يعني الأطفال كانوا يحلمون بها. شكرا. اللي تنصب على أجهزة أيضا هنا مباغتة الغزاة وهم سيارات من دي بالنسبة للمقاومة، وإزاي كانوا بيستولوا على السيارات دي كلها. طبعا زي ما انتي حضرتك شايفة تقارير بترسل يعني قيادة الجيش الشعبي المحافظ الكويت في الوقت ده. يعني هنا نفس الشيء بالنسبة للسيارات، كان في سيارات مفخخة والعمليات الفدائية برضو كان مكتوب تقارير بالنسبة لها. وأيضا عند نقاط التفتيش كان مكان كويس قوي إنه يكون فيه تفجيرات، ويعني تقتل نقاط التفتيش العناصر في الأماكن دي. هنا برادات مياه. آلات التسجيل اللي تنسب فور ما ينفتح جهاز التسجيل. أهلا وسهلا. وقد عقدت صباح اليوم أولى جلسات المؤتمر والذي يستمر 4 أيام، ويشارك فيه 100 مفكر وأديب عربي يناقشون مستقبل الثقافة العربية في ظل المتغيرات الدولية من خلال 4 محاور رئيسية. هي المحور الأول مستقبل الثقافة العربية في ظل المتغيرات العالمية، والمحور الثاني دور المثقف العربي في تحقيق الأمن الذاتي للمنطقة، والمحور الثالث نحو نظام عربي جديد. وسيتم تخصيص يوم الأربعاء القادم وهو اليوم الأخير للمؤتمر لمناقشة المحور الرابع وهو نحو ميثاق للمثقفين العرب. وينبثق عن المؤتمر مجموعات عمل لمناقشة مختلف القضايا الأدبية شعرا ورواية وقصة ومسرح وسينما وفنون تشكيلية.
وينظم على هامش أعمال المؤتمر عدد من الأمسيات الشعرية والفنية، تبدأ من اليوم بالأمسية الشعرية الأولى بالمسرح الصغير بدار الأوبرا.